بعضهم. هذه هي الصور الأولية تعرض عبر شاشة الإخبارية السورية، والتي نوافيكم فيها من منطقة بستان القصر ومن نقطة حديقة بستان القصر. نحن الآن نتحدث عن تواجد أيضا وحدات الهندسة وتفكيك الألغام والعبوات الناسفة. قوات الجيش العربي السوري هي تقدمت ووصلت والتقت في بعضها عند جامع حذيفة، هذا الجامع الذي تقصده لكم عدسة الإخبارية السورية. الدخول إلى الجامع وواقع دخول قوات الجيش العربي السوري وإعادة السيطرة على منطقة بستان القصر. هذه هي اللقطات الأولية في منطقة بستان القصر ومساكن التربية، هذا المنطقة المحاذية أيضا لمنطقة جبهة شلبي وأيضا لمنطقة الإذاعة.